نروح نشوف أبرز أخبار النادي الأهلي على الإنترنت ونرجع مرة تانية. في اليوم السابع الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمباراة فاق ستيف في نصف نهائي دوري الأبطال. وانسري الأهلي يؤدي مرادو الأخير على ملعب السلام قبل موقعة وفاق ستيف. وانسري إدارة الأهلي تطالب جماهير النادي بالالتزام أمام وفاق ستيف. الشروق حارس ستيف هزيمة الشبيبة لن تمنعنا من تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي. الوطن سبورت قمصان يقود مران المستبعدين في الأهلي. فيتو عمر سلية يشارك في تدريبات الكرة بمران الأهلي. البوابة نيوز سعد وميد وجابر يؤديان مرانا تأهيليا في الأهلي. بوابة الأهرام سبورت أجاي يتخلص من العكازين ويخضع لبرنامج علاجي مكثف. الموقع الرسمي الأهلي طارق خيري تدوير اللاعبين مهم لتفادي الإجهاد. الموقع الرسمي الأهلي محمد عبد المنعم يواصل التأهيل. اليوم السابع الأهلي يدفع 54 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية.